الله الرحيم. نتيجة الحكم على أكوحة ماجستير بناء على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في غزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الباحث ماهر سالم أحمد الأصفر لنيل درجة الماجستير في كلية الآداب قسم الجغرافيا وموضوعها العمران الريفي في الضفة الغربية، دراسة في جغرافية العمران الريفي محافظة رام الله والبيرة دراسة حالة. وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم السبت 1/1439 هجري الموافق 21/10/2017 ميلادي الساعة 1 ظهرا بمبنى القدس، اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من دكتور رائد أحمد صالحة مشرفا ورئيسا، دكتور فوزي سعيد الجدة مناقشا داخليا، الدكتور محمد أنور الخطيب مناقشا خارجيا. وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية الآداب قسم واللجنة تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن تسخر هذا العلم في خدمة الدين والوطن وفلسطين. والله ولي التوفيق عمادة البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور باسل إسماعيل هنية، وبارك الله فيكم جميعا. السلام دكتور. السلام عليكم.